بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير من خلق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في عدد جديد متجدد من برنامجكم لقاء الجمعة. ها قد تجدد اللقاء معكم في هذا البرنامج، والله نسأل أن يجعل كل خطواتنا وسكناتنا في ميزان حسناتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن تنتفع الأمة بهذه اللقاءات المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يتجدد اللقاء معكم في برنامج لقاء الجمعة، وفي هذا الأسبوع الحافل، هذا الأسبوع الذي مرت عليه محطة عظيمة من محطات تاريخ أمتنا وتاريخ بلدنا، ألا وهو ذكرى عيد الاستقلال والشباب المصادف للخامس من جويلية. هذه ذكرى عظيمة أحبتنا في الله، وجب علينا أن نقف أمامها وأن نقف عندها كي نستقي منها العبر والعظات إن شاء الله سبحانه وتعالى. هي مناسبة تاريخية من تاريخ بلادنا، سنقف أمامها إن شاء الله سبحانه وتعالى، نستقي منها أمورا تاريخية وأمورا تنفع مستقبلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. يسعدني وإياكم أن نستقبل في هذا اللقاء المبارك فضيلة الدكتور موسى عبد اللاوي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك يا أخي دحمان. في البداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أتوجه بالشكر إليك ومن خلالك إلى قناة البلاد على هذه الدعوة الكريمة. جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل، الله سبحانه وتعالى ينفع بكم الأمة إن شاء الله سبحانه آمين وتعالى يا رب العالمين. دكتورنا الفاضل، ونحن أمام هذه المناسبة العظيمة، مناسبة عيد الاستقلال والشباب، وجب علينا أن نقف معها وقفة مناسبة تليق بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ففي البداية، هل من كلمة حول هذه المناسبة العظيمة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كل الأمم والشعوب لها أيام تحتفل فيها. لماذا؟ لأن هذه الأيام فيها عبر وعظات، إما انتصارات، إما أشياء جميلة للبلد والعباد. ونحن حتى نرفع اللبس والحرج على بعض إخواننا الأئمة والدعاة، بإمكانهم أن يتحدثوا عن هذه الذكريات فوق منابر الرسول صلى الله عليه وسلم بكل حرية. لماذا؟ لأن السادة العلماء لم يتركوا كبيرة ولا صغيرة إلا تحدثوا عنها. فشيخنا محمد الغزالي رحمة الله عليه تحدث يوما من الأيام عن هذه الذكريات وهذه المناسبات، فأورد قول المولى سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. هذه الآية في سورة سيدنا إبراهيم على لسان سيدنا موسى، أراد أن يذكر بني إسرائيل ويذكرنا نحن كلنا على أن الذكريات والمناسبات لابد أن تستغل ويذكر بها وتستخرج منها العبر والعظات. وحب الوطن كما جاء على لسان الحكماء والأدباء والعلماء حب الأوطان من الإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة فاتحا ماذا قال؟ قال وهو متأطئ الرأس، قال وهو داعيا لهذا البلد الأمين، قال: والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لاحظ بأن كثير من العلماء يربطون بين الأوطان والإسلام، يجعلون الأوطان والإسلام عملة ذات وجه واحد. فلا يتحرج الإنسان من حب الوطن ومن الانتماء إليه ومن الفداء والتضحية من أجله. لماذا؟ لأنك أين تعبد الله إذا لم يكن لك وطن؟ أين تعبد الله؟ أين تعيش؟ أي هواء تتنفس؟ أي أرض تمشي عليها؟ أي شمس تستنفع بها؟ أي مطر تتقوت به؟ هذه كل الآيات التي أوجدها المولى سبحانه وتعالى تكون في الوطن. فالإنسان بدون وطن، بدون عبادة، بدون دين. حتى عندما يتحرك المجاهدون ويتحرك الناس من أجل الدفاع عن أوطانهم، يتحركون من أجل عبادة الله في ذلك الوطن. نحن في عهد الاستعمار منعنا
من العبادة في بعض المساجد، وهدمت مساجد كثيرة، بل قتل 4000 شخص اعتصموا بمسجد كتشاوة الذي دشن مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية في مناسبة عيد الاستقلال. هذا المسجد له تضحيات، لولا حب الأوطان هل يضحي 4000 جزائري ويقتلون من طرف الاستعمار من أجل ألا تتحول من أجل ألا يتحول هذا المسجد إلى كنيسة؟ فإذا لا يستحي إخواننا الأئمة والدعاة، لأن العلماء رفعوا عنا اللبس في هذه المسألة، فحق لنا أن نحتفل باستقلالنا وبشرفنا، لأن هذا الشرف لم يأتي من الفراغ، بل أتى من تضحيات كبيرة. وهذه التضحيات الأخ دحمان ماذا كان وقودها؟ وقودها هو الإيمان، لأن معظم الوطنيين ومعظم المجاهدين الكبار وقفوا في وجه شلة أو فئة من الشباب لما أرادوا أن يفجروا الثورة، وقالوا لا تستطيعون أن تقاوموا فرنسا، ولا تستطيعون أن تقاوموا الحلف الأطلسي، لأن من يقول فرنسا يقول الحلف الأطلسي، الشعب فقير، الشعب جاهل، الشعب ليس له إمكانيات، وأنت تقاتل يعني قوة كبرى بضع المئات مع مليون جندي. سخرت فرنسا حسب كثير من المؤرخين مليون جندي في بداية الثورة لمقاومة الثورة ولإخمادها، كانوا يقولون عنها فلاقة، وأنها مظاهرات أو عبارة عن حوادث لا تدوم أيام. فبفضل الله دامت 7 سنوات ونصف، وأتت أكلها، وهو ما نتمتع به اليوم من استقلال ومن حرية. الشيخ الفاضل، كلامكم يجرنا إلى أن نتساءل عن شيء مهم جدا. قلتم أن لكل ثورة وقود، وكان الدافع وراء المجاهدين كان الإيمان القوي، ولعل كما يعرف أن لكل ثورة بعد ما، بعد إيديولوجي، بعد روحي، فهو يعني البعد الروحي لثورتنا المباركة. أشكرك على هذا السؤال. شوف خويا دحمان، في البداية لابد أن نقول كلمة حق. هذه الثورة ربما شارك فيها قولوا 90% من المؤمنين الوطنيين المخلصين، 10% فيه بعض المسيحيين الأصدقاء، فيه بعض الذين لا يؤمنون بالله، لا أسمي شيوعيين أو علمين، لكنهم وطنيون. كلهم حرروا هذا البلد، ومن حقهم أن يستفيدوا من ثروات هذا البلد، لكن المجاهد الوحيد والبطل الوحيد لهذه الثورة هو الشعب الجزائري. الشعب كان فقير كما قلت لك، كان جاهل، ليس له إمكانيات. ما الذي حركه؟ حركه الإيمان. حتى مصطلحات الثورة، لو تتبعناها نجدها كلها مصطلحات إسلامية ربانية. أعطينا أمثلة دكتور. أمثلة كثيرة. أولا، هذه الثورة لها إيديولوجية، هي إيديولوجية إسلامية 100%، وبدأت أول ما بدأت بتزكية العلماء، العقيدة عميروش. الشيخ، يعني كلامكم هذا ينجر يعني من بعض الناس الذين يشككون في إسلامية الثورة. سنجيب على هؤلاء الناس بالأدلة القاطعة طبعاً. أولا، هذه الثورة لولا الإسلام لما انطلقت ولما أتت أكلها. لماذا؟ لاحظ المصطلحات التي كانت موجودة في هذه الثورة، أن البعد الروحي، البعد الإسلامي، الآثار الربانية متوفرة. أولا، كلمة السر الأولى كانت عقبة وطارق. من هو عقبة وطارق؟ فاتحان إسلاميان هم الذين فتحوا المغرب العربي. الأول جاءنا من الجزيرة العربية ومن بلاد الحرمين، والثاني بربري مغربي موجود هنا. هذه كلمة السر الأولى. لماذا يختار لكلمة السر الأولى في ليلة أول نوفمبر عقبة وطارق؟ اثنين، لا تنطلق رصاصة قبل أن تكون كلمة الله أكبر مدوية، وهذه كم فعلت أفعيلها في المستعمر الفرنسي. كثير من الشهادات وجدت في كتب المؤرخين، يحكي الدكتور يحيى أبو عزيز، يحكي عبد الرحمن الجلالي، يحكي بالشيخ مبارك الميلي، هذه الكتب يحكي الشيخ محمد صالح وصديق في كتابه صفحات من الثورة. هذه الكتب كلها تجد فيها الأبعاد الإسلامية للثورة من خلال كلمة السر، من خلال كلمة إطلاق الرصاص هي الله أكبر. حتى التوقيت شيخ الفاضل، حتى التوقيت سآتي له. توقيت كان يوم الاثنين. ماذا يمثل يوم الاثنين؟ ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نوفمبر 54 يصادف ربيع الأنوار، أظن 6
ستة بالضبط في ربيع الأنوار، ثلاثة أو ربعة. المقاتل، رغم أن بعض الناس الذين كتبوا ليس لهم توجه إسلامي كانوا يقولون مناضل محارب، وسأتيك إلى ماذا فعل العقيد عمرش مع بعض الناس الذين كتبوا هذه الكتابات في عهده وهو موجود. المقاتل كان يسمى مجاهد، يرفض تماما الثوار الذين بدأوا الثورة ضد المستعمر إطلاق كلمة مقاتل أو مناضل على المجاهدين. مجاهد، وكلمة مجاهد لها دلالة إسلامية. القتيل يسمى شهيد، ويرفض تماما لأي قتيل أن يسمى قتيل، بل ذهبوا إلى أكثر من هذا. في بعض الرسائل وبعض الخطابات الرسمية لما كتبوا مقاتلي جبهة التحرير أو موت جبهة التحرير رفضت هذه الرسائل، وهذا موجود في كثير من الوثائق الرسمية للثورة. كان المجاهد عندما يصعد للجبل يحمل بطاقة مكتوب عليها مجاهد، ومكتوب الآية الكريمة إن تنصروا الله ينصركم، وجاهدوا في الصفحة الأخرى في الوجه الآخر وجاهدوا في سبيل الله. المصطلحات الشعبية لما تسأل أي إنسان، وهذا الدكتور بعزيز عمل استبيان للشعب، لماذا سعمل استبيان للشعب وبعض الكتاب عملوا استبيان للمجاهدين، لماذا صعدت للجبل؟ يقول لك لأقاتل النصارى، يقول لك لأقاتل الكفار، يقول لك بعد ذلك لأحرر وطني. بل في هذا الاستبيان فيه آلاف المجاهدين الذين سئلوا هل صعدت للجبل من أجل كذا أو كذا، البداية تكون دائما من أجل الجهاد في سبيل الله وتحرير الوطن. هذه الجملة، لاحظ هذه الشهادات كلها أو هذه يعني المظاهر للبعد الروحي للآيات الربانية، كلمة السر، المجاهد، الشهيد، يوم الاثنين، البطاقة ماذا مكتوب عليها، بل حتى آيات ربانية تجسدت في الثورة. أعطيك مثال، كرامات. نعم، كتبت أشياء، يعني كان هناك أحد المجاهدين الكبار شهد شهادة لله سبحانه وتعالى لما كتب أحد الكتاب عن قضية النوم، آية النوم، آية النعاس، يغشيهم النعاس وأمانة، يعني يؤمنهم. كان المجاهدون لا ينامون كثيرا في الجبال، ليس لهم الوقت، الخوف، الجهاد، فبعد كل معركة يتغشاهم النوم ليرتاحوا. وهذا المحاضر الذي ألقى محاضرة في نظم في سنة 89 في أحد المؤتمرات التاريخية، احتجت القاعة، فوقف أكبر مجاهد في الأوراس وهو الحاج الأخضر عبيدي محمد طاهر، وقف وقال والله هذه الأشياء وقعت لي أنا شخصيا ثلاث مرات قبل انطلاق المعركة، يتغشاني نعاس لمدة 10 دقائق، لما أستيقظ أجد المستعمر أو المستضمر أمامي بأمطار، قال ذلك النوم يعطيني قوة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أما نزول الدخان ونزول بعض الكرامات على المجاهدين هذه حدث ولا حرج. بعد آخر للإسلام للثورة، كثير من القواد، قواد الثورة على رأسهم الأميروش وعلى رأسهم العربي بن المهيدي، كانوا يحكمون في كتائبهم أو فرقهم يحكمون شرع الله. وحكى لي الشيخ طاهر أيت علجت حفظه الله وأطال عمره في أحد الحوارات معه، روى لي هذه القصة وهي مسجلة لأحد القنوات الخاصة سجلتها شخصيا معه، قال سبحان الله، قال في بداية الثورة كان الناس يأتوننا بمعلومات عن فلان أنه خان، عن فلان أنه يتعامل مع المستعمر فيقتل مباشرة. قال تحدثت مع العقيد عميروش، قلت له لا بد من تكوين هيئة شرعية هي التي تحاسب هذا الشخص قبل أن ينفذ فيه الحكم. قال ننطلق منك أنت، أنت أول قاضي يعين في هذه الكتيبة، واجمع معك إمام أو إمامين ثم حاكموه، إذا وجدتم الأدلة ثابتة عليه نطبق فيه الحكم. فكثير من الفرق كان فيها قضاة. ثم بعد ذلك تبنت الثورة أن في كل كتيبة وفي كل فرقة يكون قاضي عبارة عن إمام، بل إن احترام العلماء والدعاة كان هو الدافع الأول للثورة. قلت لك في البداية الأخ دحمان، استشار الشباب الأوائل الذين فجروا الثورة مثل العقيد عميروش، مثل العربي بن المهيدي، مثل أيت أحمد رحمة الله عليهم جميعا، مثل كثير من الذين فجروا الثورة، خيضر إلى غيرهم، هؤلاء استشاروا بعض العلماء وبعض الأئمة. وأعطيك دليل، كتب الشيخ العربي التبسي والشيخ الورثلاني
والشيخ البشير الإبراهيمي كتبوا بيان وأمضاه، هذا البيان الشيخ البشير الإبراهيمي الشيخ الورثلاني في 2 نوفمبر 1954، من هذا رد على الذين يقولون بأن جمعية العلماء والعلماء لم يشاركوا في الثورة. كتبوا بيان موجود ومكتوب وموجود حتى بالصوت سمعته، كتبوا أنهم يؤيدون الثورة وأنهم مع الثوار وأنهم مع المجاهدين ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يؤيدهم. دكتور، بذكركم جمعية العلماء المسلمين، فهل لها أثر يعني في بث هذا البعد الروحي في الثورة المباركة؟ هو لأن جمعية العلماء هي التي هيأت كثير من رجال الثورة. العقيد عميروش من الجمعية، العربي بن المهيدي من الجمعية، بل العقيد عميروش ثبت عنه أنه كتب إلى العربي التبسي أن يمده بتعليمات ونصائح كيف يسير المجاهدين، يعني بالطريقة الإسلامية. ماذا أرسل له العربي التبسي؟ أرسل له مصحف، كان مريض وكان تعبان، أرسل له مصحف، وقيل مكتوب هذا ومنشور، وقيل أن العقيد عميروش لما توفي وجد في جيبه مصحف، هو المصحف الذي أهداه له العربي التبسي. بل أكثر من هذا، العربي بن المهيدي كان يسمى بالشيخ، وكان يسمى في بعض المصطلحات وبعض العلماء كتبوا عنه بأنه الصحابي الذي تأخر به الركب. لماذا؟ كان يصوم الاثنين والخميس، وكان لا يتوقف عن القرآن الكريم، وكان يحكم في كتيبته بشرع الله. بل إن الثورة جعلت في الجبال للمجاهدين إمام ومفتي يدرسهم اللغة العربية، فرضت هذا في أدبياتها، تدريس اللغة العربية، وفرضت تدريس وتحفيظ القرآن الكريم. بل أكثر من هذا، جاء في بعض الكتب التاريخية أن المجاهدين كانوا لما يستريحوا يجتمعون على الإمام ويقرؤون القرآن جماعة، ومن خلال هذه القراءة الجماعية يحفظون، لأن كثير منهم أمي من المجاهدين. لا، بل تقسيم رتب المجاهدين، تلقى الفدائي والمسبل والمجاهد، وهذه كلها مصطلحات إسلامية. بل أكثر من هذا، العقيد عميروش رحمة الله عليه وعلى جميع الشهداء له تعليمات موجودة في بطون الكتب، أعطى تعليمات بأن كل من يلتحق بالثورة يتوضأ ويصلي، لابد أن يقيم الصلاة. أعطى تعليمات بأن في فطرة الراحة إذا لم يكن هناك جهاد يعني حرب أو معركة يصومون رمضان. هذه التعليمات موجودة. أنا لا أقول بأن الثورة اجتمع حولها كل منهم لهم توجه نقول إحنا ديني. البعد والوقود الأساسي للثورة والبطل الوحيد للثورة هو الشعب، ولكن من حرك الشعب هو إيمانه بالله سبحانه وتعالى. لماذا هذه الحقائق تجدها مطموسة يعني في الحقيقة؟ هي غير مطموسة يا أخي. هناك من الناس يعني من أراد، هناك من يشكك، هناك من الناس يقدح في هذه الأمور. نعم، بارك الله فيك. هناك من الناس من أراد أن يطمس حقيقة الثورة، البعد الروحي للثورة. هناك من الناس ومن الكتاب، أنا أقول لك مثال لأخ دحمان. تعرف اللي العقيد عميروش طلب من أحد الأطباء في الجبل، شوف الثورة كان لها في كل كتيبة كاتب مؤلف طلب من هذا الكاتب، وهو ذو اتجاه شيوعي على كل حال، رغم أنه يعني شارك في الثورة ووطني، قال له اكتب لي رسالة نوزعها على المجاهدين ونقراوها في وسائل الإعلام الدولية. كتب رسالة بالمصطلح الشيوعي، يعني المحاربين والقتلى والطبقة الكادحة، كل المصطلحات تدل. رفضها العقيد عمر، قال له تعيدها وتعطيها أبعاد التي ذكرناها، هؤلاء مجاهدين وهؤلاء شهداء وهؤلاء ننطلق بكلمة الله أكبر. أولا اسمح لي الأخ دحمان، والله إحنا لا نقرأ، صدقني، وخاصة تاريخنا لا نقرأه. والله نعطيك ملاحظة، الشيخ الغزالي رحمة الله عليه لما بدأ معنا في الجامعة الإسلامية قال كنت أفتخر بابن باديس وأسمع عنه الكثير، وجمع له مجموعة من الطلاب كل ما كتب حول ابن باديس وأعجب به وسماه أسد الأمة. لكن الأمر الثاني الذي حيره قال أريد أن نقرأ عن ثورة المليون ونصف مليون شهيد. قلنا له يا شيخ في 10 ملايين شهيد، مش مليون ونصف مليون شهيد، هذه أيضا من الحقائق التي تطمس. قال كيف؟ قلنا له من 1830 إلى 1962 بعض العلماء أوصلها إلى 12، وبعضهم أوصلها إلى 10 ملايين. لماذا؟ لأنه ما فيش ثورة التحرير فقط، فيه الثورات كلها. بالمناسبة كل الثورات، شوف الأمير عبد القادر 1832 1947، المقراني، بوبغلة، لالان سومر، يعني توارق في الأوراس،
هذه الثورات كلها قبل اندلاع الثورة انطلقت ببعد وبآيات ربانية. تعرف بلي كاين ثورات اسمها ثورة أهل الكتاتيب معلم القرآن. نعم في الغرب، نعم في الغرب، في 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 البيض، في سيدي الشيخ، وهنايا فقط في مزونة وفي وهران أيضا. أهل الكتاتيب الذين يقرؤون القرآن الكريم انتفضوا وتركوا الألواح وتركوا القرآن الكريم وأرادوا. تعرف فيه شخص اسمه هذا شريط عبد الرزاق نظن، ساهم في ثورة 48 ضد اليهود، ولما رجع دخل عن تونسي التقى بالعربي تبسي، طلب منه النصيحة، قال له أنا كنت نجاهد في فلسطين، الآن أنا دخلت بلادي وش نعمل؟ قال له أمسك سلاحك وابقى في الجبل. وكان ما دخلش في 48، دخل في حوالي نهاية 54، الثورة لم تنطلق بعد أظن حسب الكتاب الذي قرأته في سبتمبر 54 وقريبا نوفمبر. قال له اجلس في الجبل، الثورة من قال للعربي تبسي بأن الثورة ستنطلق؟ بعدها بشهرين انطلقت الثورة والتحق هذا الرجل، وكان يقول كلام يعني سبحان الله، يقول كيف أخاف من الطنق، يعني يقصد الإشار، وكيف أخاف من فرنسا وأنا مؤمن. هذا الرجل يعني كان حتى المجاهدين ينصحونه بأن لا يتهور، يقول أنا أشتاق إلى الجنة. وقبل ما ينطلق في المعركة وش يقول لهم؟ يقول لهم من لكم سلام أبلغه لأهل الجنة. لا إله، شكون عنده سلام نديه لأهل الجنة؟ يعني مشاهد لا يعني إلا في قصص الصحابة وقصص الصالحين. فيه واحد قريت له سبحان الله من واد سوف، يقول للمجاهدين تاعه، هذا قائد، يقول لهم اليوم ندخلكم للجنة بالجزائرية، اليوم ندخلكم للجنة بصبابتكم. أي إيمان هذا؟ أي إيمان هذا؟ وتجي اليوم تقول لي أن الثورة المباركة التحريرية الكبرى، بالمناسبة فيه معارك تدرس في الكليات العسكرية الكبرى في فرنسا. أعطيك مثال، معركة الجرف، زرت هذا المكان في أحد ملتقيات الفكر الإسلامي مع وزير شؤون دينية حفظه الله أو رحمه الله وأبو علم باقي، وكنا في مجموعة عند الضيوف على الشيخ العربي على الشبوكي ربي يرحمه، فشفت المنظر تاع الجبل والمعركة أين وقعت، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه المعركة تدرس اليوم في الكليات الفرنسية، كيف لكمشة كما يقولون من المجاهدين من العراة الحفاة ينتصرون على مش فرنسا، على الحلف الأطلسي، لولا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ولولا الكرامات والآيات الربانية التي تجسدت في هذه الثورة. يجي واحد شخص اليوم يقول لي باللي جمعية العلماء لم تشارك، نقول له هاو البيان تاع الشيخ البشير الإبراهيمي، هم معظم القواد والجنود كانوا من جمعية العلماء المسلمين، معظم الجنود والقواد كانوا من الكشافة الإسلامية، من كان المحرك ومن كان الوقود الأساسي لهذه الثورة؟ صحيح البطل الوحيد هو الشعب، ولكن الشعب الجزائري عمره لا تخلى عن إسلامه وعن بعده الروحي. شيخ، ونحن نحيي هذه الذكرى، ذكرى استقلال بلادنا، لابد أن هناك مكتسبات، هناك أمور مكتسبة من خلال هذا الاستقلال، وكما أن هناك نقائص كذلك طبعا. بودنا يعني لو نناقش هذه النقطة بالذات، كيف ننمي أو كيف نحافظ على هذه المكتسبات إن صح التعبير؟ شوف الأخ دحمان، أنا أجيبك هنا أكاديميا من خلال ما قرأت وما بحثت. أول، إذا أردنا أن نغرس في نفوس الشباب خاصة والشعب الجزائري حب الوطن، أول حاجة نبدأ عليها هي العدالة الاجتماعية. يوم تتحقق العدالة الاجتماعية في بلدنا، كل الناس تحب هذا الوطن وتعمل من أجل هذا الوطن. هذا العمل الأول الذي يجب أن نقوم به، هي توزيع الثورة. لأن من المبادئ في اتفاقية إيفيان، نظن المحور الثالث بالذات، ماذا كتب في اتفاقات إيفيان؟ قالوا بالحرف الواحد، إذا تحقق الاستقلال يعظم ويبجل شيئان، أولا هو الشعب العظيم الذي حرر هذا البلد، واثنين تعطى المكانة والجلالة والقداسة للشهداء وللمجاهدين. هذا هم حماة الوطن الذين حموا الوطن بعد الله سبحانه وتعالى، الشعب، شهداء رحمة الله عليهم ونتكلم على ذويهم، والمجاهدين. إذن الحفاظ عن هذه المكتسبات يأتي أولا بالعدالة الاجتماعية، لأن الشعار تاع الدولة الجزائرية الذي صعد من أجله الرجال الجبال ما هو؟ إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ضمن المبادئ ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية. ورح هذا الشعار، هذا الشعار لابد أن يتجسد.
دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية. اليوم نرى بأن كثير من الأشياء ترجع عنها، ولذلك إذا أردنا أن نحافظ على هذه المكتسبات للشهداء رحمة الله عليهم ولإخواننا وأبائنا المجاهدين، أولا أن ننشر العدالة الاجتماعية بين الشعب الجزائري، ثانيا أن ننمي حب الوطن. بماذا؟ بالعلم، هذه واحدة، بغرس ثقافة تاريخية في أوساط، يعني سبحان الله أنا أقول لك حتى في المدارس لا تبث أشياء تحبب للوطن. أعطيك مثال، هذيك الأناشيد الوطنية اللي كنا نسمعه في السبعينات والثمانينات أين هي اليوم؟ ألا تحفز نحرك ما يسمى بالجمعيات الشبابية مثل الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ هذه لابد أن تعمل على غرس هذه المبادئ، نحرك بعض الجمعيات المعروفة وطنيا لرفع هذه المكتسبات. ولنا درس التسعينات فقط، ماذا وقع لنا؟ هذا أكبر درس لحب الوطن. لكن بعض الأشياء التي تقع ونراها اليوم هي التي تجعل كثير من الشباب لا يفكروا في حب هذا الوطن. لماذا؟ لأن كثير من الأشياء خدشت هذه الثورة، وكثير من الأشياء عاملوا على تهديم. زيد إذا كان هذا داخليا، كاين خارجيا المؤامرات التي تقع على هذا البلد لتقسيمه. اليوم يعني أصبحنا أكبر دولة في أفريقيا وربما أكبر دولة عربية أيضا، فالحساد وأصحاب المشاكل يريدون تقسيم هذا البلد ببث بعض الأفكار والعياذ بالله. سمعنا مؤخرا أحدهم قال لماذا لا نرفع السلاح، سمعنا بعضهم يقول لماذا هذا البلد كبير عليكم، سمعنا مؤخرا أحد السياسيين الأمريكيين الكبار في وفد رسمي جزائري من البرلمان حكى لبرلماني بالأمس فقط، كنا في مسجد ندرس عن هذه القضية البعد الروحي للثورة، هذا النائب في البرلمان قال لي والله كنت في أمريكا في وفد، قالنا واحد من السيناتورات الأمريكيين قالنا والله الجزائر كبيرة عليكم، ما تجي تقسمها معايا مالا. فبالتالي لابد أن يتفطن كثير من شبابنا ومثقفينا إلى هذه الأشياء. نعود لك لنقطة فقط الأخ دعمان، تقول لي ليست هناك كتب، والله الكتب كثيرة، أعدد لك الآن ما كتب عن الثورة شيء عظيم. نعم. أقرأ لدكتور يحيى أبو عزيز، أقرأ لمحمد صالح الصديق، أقرأ للورثلاني، أقرأ للشيخ عبد الرحمن الجنالي، أقرأ وأقرأ وأقرأ كثير من الكتب، بل كتبت كتب حتى في مأكولات المجاهدين، هذا الرفيس الذي يعرف عندنا، هذا الغذاء الأساسي كتب فيه كتاب. لماذا؟ لأنه يدوم كثيرا، كان قوتهم البطني الرفيس وقوتهم الروحي هو المصحف القرآن الكريم في الجيب. كيف يأتي اليوم شخص يقول لي هذه الثورة لم يكن وقودها البعد الروحي الإسلامي؟ أبدا. بارك فيكم شيخنا الفاضل، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا إن شاء الله. أمين يا رب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات النيرة، نسأل الله عز وجل يجعلها في ميزان حسنات إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بارك الله فيكم شيخنا. إخواني أخواتي، ها قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء المبارك، نسأل الله عز وجل نكون استفدنا وأن نكون من الذين يرفعون الهمة للمحافظة على بلدنا واحدا موحدا وموحدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. يتجدد بنا اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله مع عدد جديد من برنامجكم لقاء الجمعة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.